مدينة الرستان 17/12/2013. آثار الدمار اللي الذي لاحق بهذه المدينة جراء القصف. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه المنازل أصبحت غير صالحة للسكن. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا مكان سقوط القذيفة. وهذه مكان سقوط قذيفة أخرى على نفس المنزل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. آثار الدمار في مدينة الرستان 17/12/2013.